نكمل حل السؤال. باعوها انتم من وصلتوا للاعلى، باعوا وصلتوا للاعلى، قوة تأثير الدولاب الهواء راح يكون عندنا للاعلى، يعني قوة تأثير الدولاب الهواء، الدولاب الهواء اللي مشلب غير بحديده، هاي دولاب الهواء بالاعلى مأثر على العربة اللي انتم صاعديها، فراح تكون عندنا النورمال للاعلى والام جي للاسفل. نفس الدولاب سكة الموت باعوا، نفس سكة الموت الام جي صارت عندي وين؟ اللي هي للمركز، فقلنا اي شيء متجه باتجاه المركز هو الموجب، اذا راح تصير عندي الام جي ناقصا الان تساوي لنا الام في سكوير اوفر الار. هذا السؤال احنا حليناه بس اعادة. اذا هذه الام جي راح تروح بهذه الجهة فتصير عندي ناقصا الان تساوي او هذه تصير موجب، فراح تصير الام في سكوير اوفر الار ناقصا الام جي. وين هو سؤالهم الحل مالتهم؟ هذا هو الحل مالتهم اللي هو عندنا الام جي، الام جي ناقصا الام في سكوير اوفر الار. اقدر هذه وين اجيبها؟ هنا، هذه اجيبها هنا وهذه اوديها هنا، هم هيك مسوين، فصارت عندي الام جي ناقصا الفي سكوير اوفر الار تساوي لنا الان، نفس الشيء ما اختلفنا، فهو نفس الحال ماكو اي اختلاف. بس اللي اريد تفهموه بانه دائما قوة تأثير السطح تكون عمودية للاعلى، دائما قوة تأثير السطح عمودية للاعلى. يعني اذا انا هذه سكة الموت او دولاب الهواء، هاي سكة الموت، هاي هي السكة وعندي هاي العربة، قوة تأثير سكة الموت عليكم السكة على العربة دائما تكون للاعلى، نورمال دائما يكون عندنا للاعلى، عمودي للاعلى مو عمودي للاسفل. وين اكو عمودي للاسفل؟ اذا عمودي للاسفل يوقعه، عمودي للأعلى حتى ما يخليه يوقع. هاي بالنسبة للأسئلة مالتهم. الأسئلة السؤال الآخر، الشد مالت الخيط اللي احنا أخذناه، شد الخيط اللي هو أعطيتكم إياه، هذه عندي خيط ومو قلنا مركبة بكرة، هذه كرة من أخذناه هنا، عندنا الكرة مالتنا، هذه الكرة مالتنا وهذا التنشن الشد، وهذه عندي اللي هو كان عندنا بزاوية، نتذكر هذا الشيء. فعندنا قلنا هذه هي عبارة عن الام جي للأسفل، وجينا حللناها اللي هي الام جي كوساين الثيتا وهذه الام جي ساين الثيتا، مو صحيح؟ نتذكر هذا الكلام. زين، قلنا احنا شو وقت الماكسيمم تكون الكرة عند، يعني سرعتها اقصى سرعة عندها راح تكون عندنا بالصفر. ليش؟ لان يعني الكوساين الصفر الثيتا، عندما تكون ثيتا صفر لان كوساين الصفر راح يكون عندي واحد. بالنسبة لي هنا عندهم ايش ده يقول؟ احنا مو قلنا هذه حولتها الكرة هنا هي ده تمشي، صارت وين عندي الكرة؟ صارت عندي الكرة هذه عندي اني مالتي الدائرة، فهذا التنشن الشد مالت الحبل، وهذه اني عندي الكرة هنا صايرة. فلو اجي احللها احنا الام جي راح يكون عندي للاسفل، والتنشن وين راح يصير الشد الحبل؟ للاعلى باتجاه المركز. اي شيء باتجاه المركز موجب واي شيء يعني خارجه سالب. اجي اطبق القانون اللي اقول اف سب ار تساوي لنا الام في تربيع الاوفر الار. الاف سب ار منو؟ اللي هي التنشن الحبل ناقصا الام جي، تي ناقصا الام جي تساوي لنا الام في تربيع اوفر الار. اذا التنشن يساوي لنا الام جي زائدا الام في تربيع اوفر الار، هذه وين؟ بالقعر. راح تقولون هنا ليش ما اخذنا نورمال قوة تأثير؟ قوة تأثير ما الحبل ما له تأثير على الكرة، بس مثلا إذا عندكم سطح قوة تأثير السطح عليكم، فهنا ما أخذ النورمال، هنا أنا أخذ التنشن الشد. فهو حسب حلهم باعوا نفس الحل مالتنا اللي هو ام جي زائد الام في سكوير اوفر الار، هذا هو الحل مالتهم، نفس الحل مالتنا. هذولي راح تخربطكم الاف سب سي والاف سب تي، هذه ما لكم علاقه بيها مثل ما اني حليت تحلون. زين، هسه الكره مالتنا مشت وين؟ صعدت لهنا، صعدت لهنا. هسه خلي اجي احلل، فراح نشوف بانه التنشن باقي نفسه الحبل مالتنا، والام جي راح تنزل للاسفل، فصارت عندي الام جي والتنشن اثنينهم نحو المركز، هذا التنشن هذا الحبل مالتي نحو المركز والام جي نحو المركز، فراح تصير عندنا التنشن زائدا الام جي تساوي الام في سكوير اوفر الار. الام جي انقلها لهذا الطرف، التنشن تساوي لنا الام في سكوير اوفر الار ناقصا الام جي مثل ما هم مسوين، فماكو اختلاف بالتنشن بالشد. لو نجي نحلل هذه وين الكرة مالتنا؟ الكرة مالتي هنا، اذا الام جي اني دائما للاسفل، والتنشن ايضا الشد راح يكون عندي باتجاه المركز، فيصير هما اثنينهم بنفس الاتجاه. هذا بالنسبة للسؤال الاخر اللي عندهم. هسه راح نجي نحل هذا السؤال اللي هو اني منطيتكم اياه، اللي هو على شكل عندنا كرة معلقة بخيط وتتحرك على شكل بندول.